مشاهدي الكرام، منذ القدم ومنذ نشوء الحضارات كان للحيوان مكانة خاصة في حياة البشر، حيث إنها ترافقهم أينما ذهبوا. وقد أوصى ديننا الكريم بالرفق بالحيوان، وقد ورد أثرها في أحاديث كثيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن رجلا دخل الجنة بسبب سقيه كلبا كان يعاني شدة العطش. طبعا حول هذا الموضوع وموضوع الرفق بالحيوان يسعدنا أن ينضم إلينا بالاستوديو الأستاذ عبد الرحمن الشقي، عضو فريق كير كويت ورئيس فريق حماية الحيوانات التطوعي. راح نتكلم معاكم أستاذ عبد الرحمن عن حملة كير كويت، إذا ممكن تعطينا مختصر عن هذه الحملة وشنو اللي تحاولون تسوونه وتوصلونه حق الناس. صبحكم الله بالخير. بالبداية هو أنا مو رئيس الحملة، هو في رئاسة حق الحملة ثانية، أنا بس عضو بالحملة. الحملة هي حملة كير كويت، حملة توعوية من الدرجة الأولى وإنقاذ للحيوانات من الدرجة الثانية. يعني إحنا هدفنا الأساسي هو التوعية بشكل عام، إن الحيوان ما هو فقط شكل، ما هو سلعة، ما هو فترة وراح أمل منه وراح أقطع، ما هو إنه والله حق تعذيب حق وناسة، لا، الحيوان له روح ولا حق ولا يعني الحق إنه يعيش عيشة حلوة. فهذا هدفنا، أنه يكون في توعية بالأساس، وإذا كانت في حالة إنقاذ إحنا راح نطلع وراح ننقذ الحالات هذه. جميل. يمكن أنت قلت سلعة، لأن في ناس وايد فعلا يأخذون عزل السامع الحيوانات وناس حق اليهال فترة معينة، في ناس دش فيها مراهنات وأمور كثيرة، يعني أنت عارفين وأنا عارف. صحيح. وفي أيضا هناك بعض المحلات اللي تقتني هاي الحيوانات ومن ثم تبيعها، موقفكم منهم شو؟ الموقف من عندنا أن في إشكالية كبيرة، الإشكالية أن ما في أي قاعدة تكون للبيع، يعني ما في أحد قاعد يتحكم في البيع، نفس المحل أو الستور نفسه من يأخذ ما يخلي فيه أي قاعدة للبيع، يعني من ناحية إذا كان في أمراض أو لازم إنه يكون في تطعيم، الحين حاليا لازم يكون في مايكرو تشيب للبيع، لكن هم ما قاعد يلتزمون بهذا كله، يأخذونها كسلعة. يعني في قوانين بس ما في التزام بهذه القوانين. ما في التزام عندنا في الكويت للأسف. طبعا يعني إحنا قاعد نستغرب من هذا عندنا، وخاصة في الكويت، يعني إحنا في بلد الإنسانية. يعني الإنسانية إنك أنت تعامل كل ما أمر الله إنك أنت قاعد ترحمه من مخلوقاته إنك أنت قاعد ترحمه. طيب إحنا ما في بلد الإنسانية، لازم يكون في إنسانية. صح. لكن إحنا اللي قاعد نشوفه، يعني من قبل فترة أتوقع انتشر الفيديو اللي كان في أحد الأسواق عندنا بالكويت اللي خذوا الحيوانات وقطوها بالزبالة الروسية اللي كانت قاعدة تتحكى بالفيديو، هذا انتشر وايد فعلا. نعم. حتى طلع يمكن على التلفزيون في كذا قناة. بالضبط هذا هو الفيديو. وفي حالات ثانية احنا قاعد ننقذها من حملتنا، يعني غير عن هذا الفيديو. هذا الفيديو بس اللي حصل ان الناس قامت تشدهم لان اللهجة نفسها انه مو كويتية او مو معروفة، فان منو هذا الشخص الاجنبي اللي قاعد يتحكى عن ديرتنا. لكن احنا ايش كثر قاعد نتحكى، يعني احنا في عندنا حالات قطاوة وكلاب صغار عشان ان المحل ماخذها او بايقها او ماخذها من الشارع وقاعد يبيعها، يشوفها عنده بالمحل والله ان فيها مرض، ان فيها حساسيه، فيها ايا كان، يقطها. انا ماخذها ابي ابيعها، ما ابي اوديها حق البيطري. نعم. فهذا اللي يصير يعني. عبد الرحمن، كلمنا عن الفرق بين البيع ومثل ما تفضلنا اذا هناك في اشكاليه، وعن التبني، شنو الفرق بين هذا وبين هذا؟ حلو. احنا بس بالبدايه قبل ان نوضح البيع مع التبني، البيع احنا عارفينه لكن خلينا نوضح التبني. التبني احنا الحالات اللي احنا من عندنا بعد ما يبلغونا، بعد ما نشوف ان ما في احد قاعد يساعد الحاله هذه، ونطلع حق الحاله ونساعدها ونوديها حق البيطاري وتاخذ التطعيمات، نساعدها نعيد التاهيل لها، قاعد نعرضها حق التبني. طبعا التبني اول شيء انت تاخذ حيوان مكرم السامع، انت عارف هو شنو. البيع يكون في قفص مسكر، لكن إذا كنت راح تتبنى يكون من بيت شخص، يعني عارف حتى سلوكيات الحيوان نفسه. يعني شخص راح يقول لك والله مثلا هذا الكلب مكرم السامع انه مو زين مع اليهال، او مو زين مع الكبار، او مثلا هذا القط. يعني ايوه بالضبط. فيكون في سلوكيات، يعني نفس ما الاشخاص احنا عندنا، او ان احنا الانسان كل انسان لا طبعه ولا شخصيته، في حق الحيوان هم طبع وشخصيات. نعم. فلما يكون انت قاعد تتبنى عارف شنو شخصيته من قبل لا تاخذه، تشوف حتى راح يناسب بيتك، راح يناسب البيئه اللي انا راح اجيبها عندي بالبيت ولا لا. يعني هذه نقطه مهمه، يمكن اغلب الناس اللي تفكر تقول لك والله ابي
فئة أو فصيلة معينة ما تفكر بأن شخصيته شنو، بتقول لك والله أبي شكل معين أو أبي لون معين بس ما يفكر بال يعني في بعض النوعيات وتلائم مع البيئة نفسها. في بعض النوعيات من الشباب مكرم السامع يعني هي من النوع اللي تحب تلعب، من النوع اللي تحب تطلع، يعني مو بيئتها بيت مسكر فتحتاج بيت وتحتاج وقت حق اللعب. لكن الشخص يشوفها على الشكل، والله انا شكلي عاد يعني ان شكله انه عاجبني فراح اخذ عند البيت، لكن مو عارف اللي يترتب او شايف على احد عنده نفسه فانا باخذ نفس النوع بالضبط. لان بالضبط على طاري عز الله السامع الكلاب، ما كلاب احنا قاعد نشوف وايد بالشوارع كلاب شوارع هدد وقطاوه شوارع بعد. خلنا القطاوه يمكن الكلب يهدد الانسان اكثر من القطو، خاصه لما يصيرون يمعه كلاب ويكون هذا الكلب ملغوث او يكونون يعني نقول احنا عن كلاب شوارع اللي هم هدد بالبار يجونك براحه، خاصه لما يصير هناك في مثلا مدينه عمرانيه توها قايمه تشوف فيها براحات وايد وتشوفون هالكلاب موجوده، وفي بعض الاحيان يهاجمون صحيح الناس. طيب هل لكم انتم دور في هذا الشيء ام انه يعني حتى لو مثلا في بعض الناس يدافعون عن نفسهم؟ يدافع عن نفسه شو يسوي؟ هو شوف احنا قبل لا نشوف المشكله نفسها وشنو حلها لازم نشوف انه شنو السبب اللي صار عشان ان احنا نشوف هالحيوانات هذه بالشارع. يعني قبل لا نشوف المشكله نفسها فشنو الاسباب اللي قاعد تصير هنا عندنا بالكويت؟ ان شخص ياخذ قطو ياخذ كلب يمل منه ويقطه بالشارع، او ما يدير باله عليه وينحاش ويتم بالشارع، يروح مع كلب ثاني نفس الحاله او مع قطو ثاني نفس الحاله ويتكاثرون ويزيد العدد يزيد العدد حلو. يزيد العدد فما في اي كنترول. الشخص اذا ما كان بالامكانيه انه يربي حيوان عنده بالبيت الافضل من الاساس انه يمتنع عن عن عن, عن هالموضوع. يعني ما فيها مشكله اقول انا ما اقدر، بس لا تاخذ وتحط بذمتك وتقط الحيوان برا. بعدها راح يتكاثر، بعدها راح تصير في مجموعات، بعد ما تصير في مجموعات نفس اللي قاعد يحصل هنا حاليا عندنا بالكويت في بعض المطاعم قاعد تسمم. يعني احنا ليش قاعد نلجأ حق هالموضوع هذا؟ ليش احنا حلنا يعني فوق ما هو عنف على الحيوان نفسه فوق ما ان الحل نفسه في عنف قاعد نسمم وإثم. طيب انا الحين ابي الحل هذا شنو؟ الحل هذا احنا من يعني من عندنا الحيوانات اللي قاعد ننقذها اللي قاعد نسعفها اللي قاعد نجيبها عندنا بالحمله قاعد نخطحها حق عمليات التعقيم اللي هي عدم الانجاب للحد من التكاثر بالضبط. طيب اذا كنا راح نتكلم عن هذه الحمله لما تتكلم تقول انها قاعد تودونها وقاعد تعرضونها وقاعدين تطببونها والتمويل شلون قاعدين تحصلون الدعم لمساعده هذه الحيوانات؟ والله هذا موضوع حساس جدا يعني من سالفه الدعم، وما في عندنا دعم مادي كبير. يعني احنا اللي قاعد نسوي المجهود طبعا احنا وفي جروبات ثانيه عندنا بالكويت حق انقاذ الحيوانات او في بعض الحملات الثانيه، مو شرط انه يعني انه تحتاج حق انقاذ تروح تشوف في قطو بالشارع تاخذه عندها البيت، لكن ما في دعم. الدعم راح يحتاج اكل حق الحيوانات بالبيت، راح يحتاج حق الرعايه الصحيه، حق اعاده التاهيل، حق ان انا والله انا مخليها عندي يعني انا مخليها عندي بالبيت اكل شرب والتراب والمستلزمات الثانيه يعني. في عندنا اشخاص يعني حتى احنا من حملتنا في عندنا شخص عنده بالبيت تقريبا فوق 25 قطوه وسبع كلاب. هذا كله لان احنا ما نتعامل مع ملجا، احنا كل واحد ببيته فنحتاج دعم يعني نحتاج ان احنا نكمل. وخاصه احنا قاعد نتعامل مع اكثر من عياده، لكن المستشفيات الكبيره اللي قاعد نتعامل وياهم لان عندنا الحالات بالكويت الحالات اللي قاعد ننقذها يعني تحتاج حق عمليات كبيره ما تحتاج عمليه يعني صغيره. انتم قاعد تدعمون حملاتكم وشغلكم كله من جيبكم الخاص؟ من جهتنا نفسنا ومن جيبنا الخاص نعم. وفي متبرعين لكن يعني فئه محدوده ما هي فئه كبيره يعني. الله يجزاكم خير. في شيء ودك تقوله عبد الرحمن شطي كونك عضو في فريق كير كويت ما توصلنا له من خلال لقائنا لان الوقت ضايقنا ودنا ما في مشكله وتشرفنا استمر لكن الوقت غلق. والله للامانه بس حاب اني انبه ان احنا متواجدين كل يوم يمعوا منهم اليوم ان شاء الله احنا راح نتواجد في بتزون كل يمعة من الوحدة للست، عندنا حيوانات للتبني، عندنا اللي عنده استفسار اللي حاب انه ينضم حق فريقنا اللي حاب انه يدعمنا من الشكل المادي او من اي شكل ثاني، سواء كان يبي يتبنى يبي يخلي عنده حيوان بشكل مؤقت على ما يلقى له بيت، حاب انه يدعم من الشكل المادي او يبي يخصص لهم وقت، احنا موجودين كل يوم يمعة من وحدة للست. واكونتاتنا في حال اذا ما لحق علينا يوم الجمعة على الانستغرام على تويتر على سناب شات على الفيسبوك نفس الاكونت KARE Q8 كير كويت. يعطيكم العافية. وطبعا الجدير بالذكر ان
حملة كير كويت أيضا يعني تشاركت مع بعض الفرق التطوعية الأخرى اللي موجودة في الكويت سواء في الحملة البيئية لتنظيف الأماكن العامة وأيضا لإطعام القطط المشردة، وأيضا في هناك حملة للتبرع بالدم يمكن قريبا راح تسويها. نعم هذه إن شاء الله على الأسبوعين الجايين راح يكون في تبرع بالدم. جميل، يعني يتابعونكم الناس على KAREQ8 عشان يشوفون اللي حاب أنه هو يشارك هذه المجموعة للرفق بالحيوان وأيضا للتبرع بالدم للناس اللي محتاجة أيضا يقدرون يتواصلون معهم. شكرا لك، كان معنا عبد الرحمن الشطي عضو فريق كير كويت، شكرا جزيلا لك. شكرا على استضافتك. شكرا.